واحد بيقول حالة إنسانية بحتة، سيدة شابة لديها طفل يبلغ العمر 10 سنوات، انجبرته بعد 10 سنوات زواج، أصيبت بريست كانسر يعني سرطان في الصدر، في الثدي يعني، منذ 5 سنوات وأجريت لها عملية جراحية، ولكن الأمر تطور منذ هذا التاريخ حتى الآن، وهي تعالج علاجات مختلفة وتجري فحوصات كثيرة بصفة دورية حتى أنها استنفدت هي وزوجها ووالدتها جميع مدخراتهم، وهم الآن لا يجدون ثمن هذه العلاجات. عرضت أخيرا على خبير فرنسي وقد نصح بعلاج مكثف فعله التكليف. بيقولوا عندما توجهوا للعلاج على نفقة الدولة وجدوا أن هذا يحتاج إلى إجراءات طويلة تفوت عليهم العلاج في الوقت المناسب فيكون بلا فائدة ويخطوه بعد فوات الأوان. وكتبت نمرة تليفونها وتقول تقدمنا بالتماس اليوم لنيافة الأمبيرانس بحالتها من البروفيسور الفرنسي، وتركت نمر تليفون. ان شاء الله هنتصل بيكي ونقول لك ايه اللي نقدر نعمله علشان شفائها. تديني النتيجة بالرسم. واحد بيقول ما الفرق بين صفات الله الذاتية وصفات الله الجوهرية؟ مجرد اختلاف في اللغة لكل اتنين واحد. بيقولوا أن وجد فرق، فهل ممكن القول بأن الأقانيم الثلاثة هي صفات ذاتية؟ طبعا. وما معنى أن الأقانيم الثلاثة متساوية في الجوهر؟ يعني زي ما نقول متساوية في اللاهوت حاجة واحدة، متساوية في الوجود في كل مكان، يعني الصفات دي